السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت صليت صلاة الجمعة في مسجد الخليل، في مسجد الخليل كاين في حي القدس، وانا جاي مع الطرا كتب لي واحد ضجة، واحد جمع غفير ديال الناس مالهم. قال لك خاصمين، واحد مول الدار مشاد مع واحد الشاب مشادين، علاش؟ لقاه طالع في واحد الشجرة ديال الليمون، الشجرة قدام الدار، والسيد طالع فيها، يعني راه كاين الشك، طالع مع الشجرة، ادخل لينا مع الشرجم ديال الطابق الأول، يعني علامة استفهام. مشادين واحد الخصومة، واحد البشر بزاف مجموع. اسيدي ما طلعتي في الشجرة حتى شنو؟ قال مطار ليا واحد الفرخ عصفور، هذاك الفرخ اللي كيقول ليه الكنار، شو قلت العقل، شو هادو اللي كيربوا الفراخ فين كيوصلوا بعد النبات، كيوصلوا بحال هادشي ديال بحال هادشي كتسمعوا. على قبل الفرخ طلع مع الشجرة، طلع مع الشجرة، ولات عليه علامة استفهام. ايوا راه من حق مول الدار يقول ليه التاليس، ومشى الدين والخصومة عرفتي، والاخر مشى يجيب، قال لي نجيب لك صحابي وكذا، وكان فيها تلكم، ولكن طار لك الفرخ في الشجرة. دق على مالين الدار، قول لهم هاد الشجرة اللي قدام بها بعدكم راه فيها واحد الفرخ ديالي، وبلاتي هي أحسن، وطلع شد الكنار ديالك. أما باش تلحق وتسلق في الشجرة وغادي طالع، فينا فينا ودي غادي فين؟ فهاد بنادم الله يهديه. المهم دخلوا شي ناس وقالوا راه سوء تفاهم، وبقاو عليهم حتى فركتوا داك المجمع، كاينين ولاد الناس. وفعلا السيد راه طار ليه طائر، شافوا شي ناس طار ليه داك الكنار، غير هو يستعدن وتلحق طيح في الشجره. راه انت ولا انا غادي مع الطريق ويبان لك واحد طالع في الشجره، راه امر مريب. بنادم الله يهديه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.